فبالتالي لكن أصر المكون العسكري اللي كان موجود في التفاوض على إقحام مسار الشرق في هذا الأمر، وكان موجود ممثل المكون العسكري في الاتفاق محمد حمدان دقلو الفريق أول نائب رئيس مجلس السيادة والفريق أول الكباشي. وده بيصير تساؤلات يعني على أسباب هذا الإصرار الشديد على خلق هذا المسار، وبمجرد ما تم توقيع هذا المسار يمكن اندلعت الاشتباكات في غرب وفي شرق السودان، وشاهدنا يمكن هذا ليس الإغلاق الأول للطريق عند توقيع الاتفاق. حدث الأمر صور ممكن نتابع الصور أيضا، حدث هذا الأمر في حين توقيع الاتفاق وأغلق جماعة ترك الطريق بنفس الطريقة، وحصلت مظاهرات كبيرة جدا لأنه واحدة من استحقاقات مسار الشرق أنه في قسمة السلطة يعني يعطوا وزارة التربية والتعليم ويكون والي ولاية كسلة من نصيب مسار الشرق، وتم تعيين الوالي عمار ياسر وهو من مكون قبلي. المكونات القبلية الأخرى اعترضت على هذا الأمر باعتبار أنهم غير ممثلين، وأن الموجودين في هذا المسار والذين وقعوا لا يمثلون كافة مكونات شرق السودان. فهذا يعني والتعقيدات القبلية كما ذكر الباش مهندس بأن يعني الإنغاز ترك أصوات عالية جدا للقبائل، أصبحت الآن أعلى من صوت الحكومة، وأصبحت كثير من القبائل يمكن يمتلكون السلاح، ودي واحدة من المهددات الرئيسية. يعني أي دولة، واحدة من محددات أي دولة في الدنيا إنها هي الدولة هي من تحتكر وتسيطر على العنف، بمعنى أنها هي من لديها السلاح وهي من لديها القوة وكذلك. فهذه تركة أيضا ثقيلة. بالتالي عدم تمثيل كافة مكونات الشرق في هذا المسار يمكن، وبالرغم من أنه يعني الاتفاق في بنوده يعني تناول قضايا أساسية تهم كل أهل الشرق، وأنا لا أعتقد حتى ترك ما عنده إشكال في القضايا التي طرحت، ولكنها لا تمثل الجميع، وقد تمكن بعض المكونات على حساب مكونات أخرى.